تداولت منصات التواصل اليوم خبر الحكم الخاص بإعدام قاتل عبير الخفاجي في كربلاء، حيث ذكرت محكمة جنايات كربلاء في بيان لها أنها أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان حسين جواد عبد الأمير عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء عبير سليم بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة. وتمت إحالة المدان على محكمة جنايات كربلاء والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت، ولم تمضي على الحادثة سوى 10 أيام أو ربما أكثر حتى تم إصدار حكم الإعدام بعد أن تابع رئيس الوزراء هذه القضية بنفسه وتوعد بإنزال القصاص العادل وفقا للقانون، كما أمر بإطلاق حملة الشهيد عبير لإزالة التجاوزات في عموم محافظات العراق. تم قتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي أمام أنظار حماياته الذين لاذوا بالفرار تاركين الضحية وحيدا أمام قاتله المسلح ولم يوفروا له الحماية المطلوبة. وهنا أصدرت حينها محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكمها بحق حماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قتل بإطلاق نار مباشر بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق ضابط وتسعة منتسبين بتهمة تخاذلهم بتنفيذ واجبهم في حين اعترض ذو المنتسبين من الحماية على هذا القرار، واعتبروا هذا القرار ظالما بحق أبنائهم في وقفة احتجاجية اعترضوا من خلالها على الحكم الصادر بحق المنتسبين. إذا هذا القرار راح يمشي ما معنى أنه بالتنازل ماكو من عند الدولة حتى التمييز ما يميزه. يا أبوي إحنا خلينا نفكر بالقرار بالأول. إرهابيين دولي قتلة شو اللي سوى أبوي؟ لا نسبب الواحد اللي كان إحراج. يعني باكر لما ننتظر التمييز باكر نتفع التمييز أو التمييز راح يقراها يقول المجرمين ما يقول المتهمين. يا عمي قرار قدام راح يقرا المجرمين. وما أن انتشر خبر الحكم بالإعدام على قاتل مدير بلدية كربلاء حتى تلقفته صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بكثرة معلقين على حكم الإعدام بردود أفعال مختلفة، اخترنا لكم جانبا منها ونبدأها مع أبو حسن الحسيني يقول عن إصدار حكم الإعدام. يقول أبو حسن: المهم التنفيذ مو مهم الحكم. قاتل في البصرة محكوم منذ عام 2006 نفذ حكمه قبل يومين. أيضا هناك تعليق آخر من قولي سور، تقول: قولي سور وكفوا من القاضي العادل كون يتنفذ الحكم واقعا، مو يا خوفي من بعدكم أو من بعد كم شهر يرشون القاضي بكم دفتر ويطلع بكل سهولة. أيضا تعليق آخر من قصي حسين يقول: راح يطلب التمييز وهاي السالفة تأخذ لها فدش كم شهر وراها، ودي عمامك ودي خوالك أهل المجني عليه راح يلينون، وجيب الفصل ودي الفصل وراها ينتهي كل شيء ويتخفف الحكم من الإعدام إلى 25 سنة بعد سحب أهل المجني عليه الشكوى. أيضا تعليق آخر من عموري السيلاوي يقول: إش حصلت ما تقول لي كتلت نفس مسلم وخسرت الدنيا والآخرة، لا أنت مراهق حتى واحد يقول ما فكر وعقله مشوش، ولا أنت صغير للحد اللي ما تدرك بالصح من الغلط. معقولة هالشيابات اللي براسك، يقصد القاتل، ما علمتك الدنيا الصح من الغلط؟